خلونا نروح للكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في نادي الاتحاد السكندري اللي هيحكي لنا كتير عن أحمد رفعت، واحد من أبناء الله يرحمه، يعني اللي خده من النادي الأهلي وحضر معاه مشوار طويل في كرة القدم. تعالوا نسمع الكابتن إمام محمدين. تحياتي ليك يا كابتن إمام. تحياتي ليك كل مستمعين حضرتك. البقاء لله في وفاة أحمد رفعت، واحد من اللي انت يعني كنت بتحبهم، واحد من ابنائك، واحد من اللي انت اكتشفتهم، واحد من اللي انت كنت بتعتز بيهم. والله انت عارف مجال الكره كابتن اسامه، انت بتحب كل اللاعبين سواء اهلي زمالك انبي، هم في الاول وفي الاخر رياضيين زينا زيك، بتبقى عشت حياه قريبه منهم شويه، فده اللي بيخليك ممكن تكون متاثر سلبيا شويه، لكن هي سنه الحياه. هو في مكان احسن من اللي احنا فيه كلنا، ولا نحتسب على ربنا ولا نزايد عليه، ربنا يرحمه ويغفر له، وانا لا وانا لا يرجعون. وانت موجود دلوقتي في العزاء كابتن امام، متواجد في عزاء احمد رفعت، عايز ارجع بيك للذكريات لورا شويه. احمد رفعت كان يعني في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبعد كده كنت انت سبب انه ينضم لقطاع الناشئين بنادي انبي، وبدا مسيره رائعه. يعني انت عارف ان احنا بدايتنا في قطاع الناشئين في انبي في 2003، وكنا في فترة قبلها خضنا غمار منافسات في الدرجة الثانية فترة طويلة مع قادة كبيرة من النادي الأهلي. أول ما ابتدينا في 2003 كان أحمد جه من الحمول كفر الشيخ للنادي الأهلي وانتظم في اختباراتهم، وحب يعمل رحلة زي المثل الأعلى ليه، كان حسام غالي ابن بلده وابن مدينته. فما كنا بنلعب مراحل سنيه 10 سنين و11 سنه و12 سنه، احمد والمجموعه بتاعته رامي ربيعه بادئين في الاهلي من سن صغيره، محمود كهربا، محمود بس كان اصغر منهم شويه، محمود والبلعوطي وشريف دابو وتريزيجيه، دول كانت مجموعه 94. ففي موسم 2008 النادي الاهلي بيعمل اختبار مقارنه كده وبيدمج ما بين مرحلتين سنتين عشان يجهز بقى للسن اللي هو بيلعب دوري جمهوريه، وهيتاخد منه منتخب مواليد 93. فكان ما فيش حظ لاحمد انه يكمل. حتى هو اشار للموضوع ده رحمه الله عليه، قال لك مش معنى كده ان الاهلي وحش او الاهلي تبني، كان في فعلا في التوقيت لعيبه احسن مني وكانوا يستحقوا الانضمام ويبقوا في قوام الفريق الاهلي يعني. فكان من حظنا ان احنا كنا ماشيين على يعني على طريقه الاهلي، سواء في الاداره الرياضيه او في اللعيبه حتى النظم، وانت عارف الكلام ده كويس. شارك قاده كتير من نادي الاهلي في بناء نادي انبي في بداياته، سواء على مستوى الدرجه الثانيه او الدوري الممتاز به. فمن كتر مشاهدتي دي في المراحل الثانيه 10 و11 و12، لما جه النادي الاهلي قسم الكلام ده في سن 15 سنه ودمج، طبعا فقدنا لعيبه كتير. كان من حظ ان انا خدت حوالي خمس ست لعيبه من اللي مشوا، نجحنا باربعه فيهم كانوا متميزين، بلعوطي وكهربا واحمد رفعت وشريف دابو. فاخدت رحله معاه طويله، طبعا انا عارف احمد وعارف الله يرحمه يا كابتن امام. ايه اللي كان بيميز احمد رفعت؟ وانت يعني وانت عشيرته كتير وهو ولد صغير. لعيب ليه شخصيه واضحه. انت عارف في السن الصغير ده بيبقى الولاد برضو مش باينين قوي، ما بانش قوي ملامح الشخصيه غير في سن 16 17. لكن احمد كان باين عليه رجوله مبكره، عنده شخصيه، هادي، بيتناقش معاك، من نوعيه اللعيبه اللي بتتكلم دايما. سواء كنت حتى بتديله مهام او بتناقشه في امور الحياه بيناقشك بعقلانية، فكان واضح ان هو ناضج اكتر من قرنائه في السن ده. وبالتالي انت دايما في مجال الرياضة او مجال الناشئين تحب انه اللاعب يبقى عنده شخصية عشان يقدر يفرض على خصومه رؤيته في الملعب. ما ينفعش تمنع الكلام ده عن لاعب كرة القدم. فالحقيقة كان هو ظاهر وواضح، وموهبته ما كانتش يعني محتاجة لمراجعة، فهو حتى قعد سنتين بالظبط في الناشئين، وبدأ يلعب في 2009 مع مستر مالدينوف هو وصالح جوه
جمعه يعني انت عارف ان هما اتنين كانوا يعني زي الدويتو في النادي. وخد الكارير بتاعه بقى لغايه ما طلع درجه اولى وبدا يلعب مباشره، ما بقاش ينزل معانا ناشئين، لكن صاحبته في كل الفترات دي يعني لغايه ما حب يتنقل لنادي الزمالك. يعني زكيت الكلام ده، اي حد بيحب يروح اهلي او زمالك ما بتوقفش في مصلحته طالما هو وصل لسقف الطموح بتاعه لمستوى اعلى من قدرات اللي احنا كنا فيها. لما كنت تتسائل عليها كابتن امام وهو بينتقل من نادي الاخر، يعني كان ممكن يحصل محادثه ما بينكم، كلام ما بينكم، ممكن تتقابلوا، حد يسالك عن احمد رفعت، كنت بتقول عليه ايه وعن الموهبه دي اللي انت يعني حطيت بذرتها في الارض؟ والله انا سالت كتير بصراحه من مسؤولين كبار في لعيبه وكده، لكن الحقيقه الواحد بيجاوب بمنتهى المصداقيه والشفافيه مع لان معنى ان الناس تسالك يبقى انت اهل ثقه، وبالتالي بتقول كل حاجه. احمد يعني انسان متكامل رحمه الله عليه، رياضي بالمعنى الكبير لكلمه رياضي، منضبط، ملتزم، بيأدي مهامه، مخلص، لعيب ما بيعرفش يمثل في الكوره، كان يعيبه العصبيه شويه الحاده، ممكن نتيجه ظروف البيئه والعائله ان هو والده توفى في سن صغيره وشارك مع والدته في تربيه اخواته الاصغر منه، تحمل مسؤوليه من سن صغيره، لكن ممكن وجوده في فرقه انبي في سن 16 دي سمحته ان كان اصغر لعيب نعمل له عقد احتراف هو وصالح زي ما اشرت قبل كده. فبالتالي بدا يعتمد على نفسه وعلى موارده. وزي ما حضرتك عارف بقى تاريخه، يعني شارك في منتخبات الناشئين ومنتخب الشباب، منتخب الاول كمان مع ربيع لغايه ما راح منتخب اول، لغايه ما يعني حتى اخر مشاركه دي دوليه مع الفريق الاول منتخب مصر، هدفه الجميل اللي جابه لنا وهيبقى ذكرى دايما لينا. يعني نشكرك شكرا جزيلا كابتن امام محمدين، والبقاء لله في وفاه يعني احمد رفعت.